ايوا كما كتشوفوا السيول يلا وصل هذا الواد. دابا حاليا ربما امطار غزيره عاصفه رعديه كاينه في النواحي ديال ايت ملول، وهذا الواد يلا وصل. هذا الواد كيدعم واد سوس، هذا الواد كيجيب الفيضان الواد سوس، واد سوس هو هذا وباقي ما وصل، ونتمنوا ان شاء الله بحول الله يوصل واد سوس حيت باقي ما وصل. على حسب الدعم ديال الويدان النواحي ديال واد سوس باقي ما وصلوا ربما. اذا السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد اليوم جديد. سبحان الله جيت لهنا باش نصور لكم هاد الفيضان وما لقيت والو، مشيت للفوق كنت غادي نمشي للطوموبيل وانا نشوفو جا يلا وصل. يلا دابا وصل هاد الواد كما كتشوفو، بلا كان هنا والو ما كانش حتى شي حاجه هنا. يلا دابا وصل، يلا كنت غادي نمشي ويبان ليا قال ليا. ايوا كما كتشاهدوا معنا قبل قليل وصل هاد الواد، بدا كيتزاد اخوتي. ايوا نتمنى الاعجاب ديالكم. هاد الواد صورناه البارح واليوم جينا ليه لقيناه داز البارح في الليل، ولكن ملي سريت واحد الفيديو في الاتجاه ديال واد سوس في الاتجاه عاد غادرت وانا نلقى جا من جديد. وهذه هي البلاصه ديالو، المساحه ديال الواد هي هذه. هذه هي القنطره ديال ايت ملول، القنطره ديال ايت ملول واد سوس هو هذا، ولكن باقي ما جا الفيضان، الفيضان باقي ما وصلش. شوف شوف تبارك الله، شوف شوف الفيضان الاخوان، شوف او 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 تبارك الله تبارك الله. اذا امطار غزيره باقي النواحي ديال اكادير، باقي النواحي ديال يتملل فيه عاصفه رعديه ربما في الليل. اذا هاد الامطار غزيره يقدر كان الفيضان ولا امطار عاصفه رعديه خاص النواحي ديال يتملل عاد وصل هاد الفيضان. داكشي اللي جاب البارح دوزو، ولكن من بعد اليوم وصل مع شي جوج تقريبا وصل هاد الواد. هذا راه واد، ولكن هاد الواد كيدعم واد سوس. شوف شوف تبارك الله، شوف واد سوس القنطرة ديال ايت ملول. والسماء باقي الجو ديال الشتاء، اي لحظة ممكن تكون العاصفة رعدية. نتمنى الاعجاب ديالكم حيت بزاف جا من جديد باش نصور لكم هذه البلاصه. هذه البلاصه فيها الفيضان وقررنا باش نجيو ونكتشفوا الواد ونشارك معكم هذا الواد سوس. كاين بعض الاوديه حتى هما غادي نجيو نصوروهم ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. هذا الشيء كنتمنى. ايوا ديروا لينا لايك، اشتركوا في القناه ديالي باش توصلوا جميع الجديد ديال الفيضان. وفي نفس الوقت راه عندي انستغرام ديالي نفس السميه ديال القناه ديالي، راه كنحط فيه بعض اللقطات زوينه بزاف خصوصا ديال السيول، بعض اللقطات اللي رائعه جدا. اذا اجواء زوينه، اجواء ممطره، وفي نفس الوقت الفيضان راه باقي مستمر. هاو الفيضان باقي مستمر اخوتي. شوف تبارك الله واد سوس ايت ملول. هي ايت ملول اخوتي، هاد الاتجاه فاش كان ايت ملول، وهذه قنطرة ديال ايت ملول، وجينا باش نصور لكم واد ديال ايت ملول انزكار. ها كيتزاد اخوتي، راه باقي كيتزاد، ها باقي كيتزاد.
اليوم جمعة مباركة والأجواء رائعة، الأجواء جميلة تماما. هاد السيول منظر خيالي زوين بزاف، ونتمنى الإعجاب ديالكم هاد الواد سوس اللي شاركنا معكم. إذا المساحة ديالو كبيرة، كاين القنطرة في التحت وكاين هذه الثانية، هيا كتشوفوها معنا. كاين هذه القنطرة حتى هي، والسيول كيتزاد، الفيضان أي لحظة يقدر الواد باقي ما وصلش، ولكن نتمنى إن شاء الله يوصل في الوقت ديالو. شوف تبارك الله، شوف اخوتي، شوف واحد الفار، شوف اخوتي الفار، شوف سبحان الله، شوف فار، شوف فار وصل الواد سبحان الله. ايوا كما كتشوفوا السيول يلاه وصل هذا الواد. دابا حاليا ربما امطار غزيره، عاصفه رعديه كاينه في النواحي ديال اي تملول، وهذا الواد يلاه وصل. هذا الواد كيدعم واد سوس، هذا الواد كيجيب الفيضان لواد سوس، واد سوس هو هذا وباقي ما وصل، ونتمنوا ان شاء الله بحول الله يوصل واد سوس حيت باقي ما وصل. على حسب الدعم ديال الويدان النواحي ديال واتسوس باقي ما وصلوا ربما. اذا وهذا